وأيضا في محافظة ميسان تحديدا مدينة العمارة، وثق مواطن داخل أحد المنازل الماء الواصل إلى البيت، وتساءل كيف دخلت هذه المياه أو هل دخلت هذه المياه مراحل تصفية أو تعقيم؟ يتساءل فنشاهد. السلام عليكم. هذا المي اللي يجي للمواطنين أكيد مر تصفيات وإسالات وتحلية وأمور أخرى تخص إسالات الماء، اليوم 4/4/2019 تقريبا هسه الساعة 9:30 مساء. شرفكم. وكعوائل ما عندها إمكانية.